في مباراة لم تخلو منافساتها من الإثارة والندية العالية، تأهل أهل سداب إلى المربع الذهبي من مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي بعد فوزه المثير على فريق السيب بهدفين مقابل هدف، ويخطف بذلك أخضر العاصمة بطاقة العبور للدور القادم بكل جدارة واستحقاق. أهل سداب كان كفته أفضل بحكم أنه عنده أجانب متميزين، في نفس الوقت جاي مريح على صدارة المجموعة، فأكيد السيب راح يضغط وراح يعطي كل ما عنده، وإحنا كفريق قدرنا نسيطر على المباراة الأشواط الأربعة، والحمد لله وصلنا لبر الأمان اللي بغيناه صار، يعني الحمد لله رب العالمين. المباراة بدأت قوية بين الطرفين، هجمة من هنا وأخرى من هناك، وما بين شد وجذب وتبادل للهجمات افتتح أهل سداب التسجيل عن طريق لاعبه عمار الشعيبي، ليعود السيب بعدها ويشن هجمات مكثفة رغبة للتعديل، وهو الأمر الذي تحقق بواسطة المحترف الباكستاني عبد الواحد أشرف رانا، لتتواصل الإثارة بعدها مع ضغط سيباوي كبير، ولكن محاولاتهم لم يسجل لها النجاح في ظل تماسك دفاعات الخصم وتألق الحارس أحمد النعبي. نحن حقيقة متحسفين كثير وزعلانين كثير على هذا الخروج، يعني ما كنا متعود، نادي السيب ما متعود أنه يطلع من الأدوار النهاية، كان يوصل لمباراة النهاية يوصل لدور الأربعة، لكن قدر الله ما شاء فعل. مرة ثانية نعتذر لمجلس الإدارة، نعتذر للجمهور، يعني حقيقة ما توقعنا هذا الشيء يصير، لكن الحمد لله على كل حال إن شاء الله نراجع حساباتنا والقادم يكون أفضل إن شاء الله بإذن الله، تحسن إن شاء الله بإذن الله تعالى. خبرة لاعبي أهل سداب تعاملت بالشكل الأمثل مع هيجان لاعب الإمبراطور المتواصل قبل أن ترجح كفتها بتسجيل الهدف الثاني بمضرب اللاعب المتألق عمار الشعيبي، والذي قضى على آمال السيب من التأهل للمربع الذهبي. نعم بالتأكيد، الطريقة التي لعبنا بها كانت جيدة جدا وإيجابية للغاية، كل مباراة نقدم أفضل ما نملك، ومباراة اليوم كانت مهمة لنا للتصدر والتأهل، وهو شعور رائع. وبهذا الانتصار اعتلى أهل سداب صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، خاطفا بذلك بطاقة التأهل الأولى، فيما حسم النصر بطاقة العبور الثانية من المجموعة ذاتها بعد فوزه على صحم ب6 أهداف دون مقابل. أحمد بن حسين العجمي، محافظة مسقط.